المسابقة القومية الأولى لمهارات مصر لطلاب التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني World Skills Egypt وبدعم منظمة اليونسكو بيوت الأزياء ماري لوي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. شارك في المسابقة 150 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من طلاب التعليم الفني، وصولا للتصفيات النهائية ل50 طالبا وطالبة، وذلك من محافظات الجمهورية. عند إعلان نتيجة الفائزين يمنح الطلاب الحاصلين على المركز الثالث ميدالية برونزية، والمركز الثاني ميدالية فضية، والمركز الأول ميدالية ذهبية. الطلاب الفائزين والحاصلين على المركز الأول من كل مهارة يتصعدوا للسفر للخارج للمنافسة العالمية، وذلك لخمس دول هم كوريا، اليابان، فرنسا، فنلندا، سويسرا. الفكرة اللي جت في بالي هي يكون ويل تشير او اللي هو كرسي متحرك، بس يكون متطور اكتر وفي جزء كبير AI، ويكون كمان بيحافظ على البيئة، ويكون كمان بيساعد المتحدين الاعاقات واللي مش بيشوفوا، بس عن طريق ان هو في جزء ذكاء اصطناعي زي ان هو بيتعلم العادات بتاعه المستخدم وبيبتدي يتصرف على اساسها. فكرتي اللي هي استبدال ماده المطاط واستبدالها بماده الاي بي اس اللي هو نوع من انواع البلاستيك في اطارات السيارات، علشان عنده ميزات خاصه اعلى من المطاط. فانا شايف ان المشروع يعني كويس، بس اتمنى ان هو ان شاء الله ياخد مركز، واهم حاجه بالنسبه لي ان هو يفيد الناس. فكره المشروع بتاعتي هي عربيه تشحن نفسها بنفسها، فيها مميزات كتيره عن العربيات الكهربيه. العربيه بتخدم المجتمع بانها بتزود عمليات الشراء للعربيات الكهربيه لانها ودوده للبيئه ومش ملوثه. الفكرة بتاعتي هو ان انا اعمل موقع يساعد الناس، في معظم الناس لما بتتعب بتبقى محتاجة فصيلة دم معينة، فهي مش بتلاقي فصيلة الدم دي وبتقعد تبحث عنها، مش بتلاقي متابعين. فانا عملت موقع يكون فيه كل المستشفيات الخاصة والحكومية، ويكون فيه تراكنج لمخزون الدم، يعني كل مستشفى تكتب فصيلة الدم المتاحة عندها، بحيث لما يكون في حد تعبان انا اخش على السيستم واقدر اعرف مكان الدم فين واجيبه فورا. المشروع بتاعي سمارت كار، الهدف من المشروع اني اقدر اتحكم في العربيه عن طريق الصوت، عن طريق جرافيكال انترفيس. كل التوفيق والدعم والنجاحات للطلاب المشاركين. التعليم الفني مستقبل مصر.